انا مجهزه لعبه ما قلت لخالد عنها. اوكي فبخليك تلعبينها معي. هي اسئله سريعه ونبغى اجوبه سريعه. هذا ورقتك وهذه لي. اوكي لا السالفه قاعد صب لي قهوه. لا معليش معليش هذه مؤامره عليكم يا معشر الرجال. طيب يلا اوكي الفكره راح نسال سؤال سريع لكم شباب. انا راح اسالك يا خالد وهنادي ان شاء الله راح تسال. يلا تمام يلا خليني ابتدي انا. تفضل. ليش عصبت منك اخر مره يا خالد؟ لأن سيارتي ما كانت مرتبة. برافو عليك مركز معي مركز حلو. طيب. على فكرة ترى كلهم نفس الشيء من ناحية الترتيب. فهميها لعشر سنين راح تعاني من نفس الموضوع فلا تركزين. والله عشان شيء قاعد أقولش أنا قاعدة أتعب من كثر التركيز. الحين هذه سرعة بديهة ولا صراحة؟ يلا يلا هذا واقع هذا واقعكم المرير. يلا عطي سؤال عطي سؤال. السؤال شنو الهدية؟ أول شيء كثر الله خيرك ومشكور إنك ذكرتني، بس شنو الهدية اللي جبتها لي وما كانت على ذوقي؟ هو المفروض ثمان سنين أنت تعرف ذوقي يا محمد. هذه الهدية ما كانت كانت جدعنة مني. ايه لا كان يوم ميلادك ولا ايه كان يوم الأم ولا كان في مناسبة. لا بس أنت قلت لي هذه مناسبة البيبي يعني إنك حامل، فهذه مبدئيا يعني. أوكي بس ما كان شيء شخصي. أي أوكي إيش الهدية طيب؟ أوكي شنطة. انزين اوكي وشنطة يعني براند. وتعبت وتعبت كل الناس بالستور. انت تعرفني انا مو من هالنوع، عادي عندي لو ان شاء الله تجيب لي جنطة بدينار ونص. ليش رحت يكفينها منك؟ ليش رحت الله الله على الكلام والله العظيم. ركزوا على الكلام. ليش رحت بدلتيها؟ رحت بدلتها كل هالكلام شنو ديباجة هذه؟ لونها لون كرك والله. الهام الهام ما يصير. احنا عندنا الوان معينة صح؟ بطلتها براند وصح كلامه شيء وايد حلو، بس لونها لون والله كرك. نود نود. مو نود نود محمد هذا نود لازم تبين. حصل خير حصل خير. ما يركزون ما يفرقون بالالوان عادي يعني فقلت له وقف انا بس انا استأذنت. والله انا اشكرك على هديتك الجميله. انا ما شفتها لكن شكرا جزيلا. الرجل لازم يقدر على هديته. اشكرك يا لحظة بدلتها اخوي خالد دفعت فرق. ايه ترى دافع زياده عشان ابدل اللون بس عشان اللون. والله شنو زلاج قلتي الحلوة واو. اي لانه منك لانه هي منك. خليني انا اسال خالي قولي الهام الاغنيه اللي دائما اغنيها ايش؟ الاغنيه اللي دائما تغنيها توهق. توهق البطل. اي توهق لا حول ولا قوه. اي احب هالاغنيه صراحه بس ما اتذكر اني غنيتها في البيت. نشغلها دائما نشغلها دائما. مو هذه؟ لا مو هذه. اذن غنيها. لا انا غنيها الحين. لا حول ولا قوه الله ما عاد بقوه وما عاد يعنيني واللي تبي سوى. هلا عليك. هذا العيون غنيت انت. اعطيه سؤال. الله يحفظكم يا رب وياكم. الله يحفظك. انزين شنو هي اسهل طريقه تراضيني فيها لما ازعل؟ اوه انت 24 ساعه مزعلني يعني. الله عمري الرومانسي. يلا سؤال بعده. ما نقدر نرد على بعده. اي سؤال بعده. خالد ايش اول شيء سويت او شيء اسويه صباح اول ما اصحى من النوم؟ اول ما تصحى من النوم تفتحين عيونك. ايوه بعدين تنظرين جوالك. شكرا حافظني الولد. تفضل سؤالك. شنو الطبق انت كل شيء تحب من ايدي ادري بتقول هذه الشغله، بس الطبق اللي راح اسويه ومستحيل تمد ايدك عليه اذا شنو سويت مثلا؟ شيء اللي ما تاكله يعني. اي وايد اشياء تسويها. شرمب وسالف ما اكل. وبعد في هذا اللي تسوينه المغربي. اي اوكي طاجن. طاجن اي اوكي بس. وبعد اللي مع زيتون لا. وبعد في شيء في بالها في شيء في بالها البنت اللي توصله. بس يعني كل شيء تسويناه اكل. ومسقعه بعد. وبعد ثلاث ارباع الاكل ما ياكله. توني بقول ما ياكل شيء. ثلاث ارباع الاكل وانا عشان شيء ابي اعدد. بعض المرات اكل. قولي ان بعض المرات تاكل. طلباتك صعبه يا محمود. والله صوت طلباتك. اي طلباتك صعبه. الله يكون في عونك يا بنت الحلال. بس الحين قاعد اكل. الحين تمام. زين وريلش بعد نفس الطريقه. خالد خليني اطبخ له عشان يقول لك. لا والله احرجتنا. صدق صدق. خلينا يا جماعه الخير انتم اكتبوا في الهاشتاج لعيال رمضان. خليني زين خليني.